في وقت تشهد فيه أسواق الذهب حركة شرائية نشطة خلال شهر رمضان، توقع المدير التنفيذي لشركة سبائك الكويت رجب حامد في لقاء مع ATV العدالة أن تصل الأسعار إلى ذروتها خلال الأيام المقبلة، لا سيما قبيل عيد الفطر، لافتا إلى أن الأسعار الحالية للمعدن الأصفر تعد الأفضل، ما يشكل فرصة جيدة للشراء. الكل بيسأل على أسعار الذهب واتجاه أسعار الذهب الفترة القادمة، خصوصا إن عام 2018 الكل أطلق عليه عام الذهب. من بداية العام الأسعار في ارتفاع، وصلت قمة الارتفاع الأونصة أو هي الأوقية باللغة العربية، أونصة وصلت 1366 دولار الكيلو، بسعر الجرام بالدينار الكويتي وصل 13600 دينار للكيلو الواحد. كلما تحركت الأسعار للهبوط كلما اعتقد الكثير أن الأسعار سوف تكون في هبوط فينتظروا المزيد من الهبوط، لكن الواضح من بداية العام الذهب سوف يسير في نطاق عرضي باتجاه الصعود، بمعنى أن كلما نزل كيلو جرام أو جرام 24 إلى 13 دينار يعتبر سعر جيد جدا. حاليا ولحسن الحظ جرام 24 عند 12 دينار و750 فلس، واعتقد هذا افضل سعر للذهب. نتوقع الفتره القادمه سوف تصل الاسعار الى ذروتها، خصوصا هناك عده دلائل او عده قرائن تقول ان الذهب في صعود، بمعنى اذا كانت الاحوال ما زالت غير مستقره ما بين تجاره امريكا وتجاره الصين، اذا كانت الاحوال ما زالت غير مستقره ما بين الولايات المتحده الامريكيه وكوريا الشماليه، ما زالت الامور غير مستقره في اوروبا، فاعتقد سوف يظل الصعود هو الحالة التي تغلب الذهب. في الفترة القادمة سوف نجد مزيد من الصعود، مزيد من الارتفاعات، فأعتقد كل المشتريات في الفترة الحالية سوف تكون جيدة جدا، خصوصا في ظل توقعات الأسعار بالارتفاع في الفترة القادمة. على المستوى المحلي أعتقد شهر رمضان شهر روحانيات، لكن كانت فرصة جيدة، الكل سارع بالشراء الذهب مشغول، عيار 21 وعيار 22 وعيار 18، مزيد من المشتريات في شهر رمضان، خصوصا أن الأسعار الحالية تعتبر مناسبة جدا مقارنة ببداية العام. أعتقد حتى عيد الفطر المبارك سوف نرى مزيدا من المشتريات، مزيدا من الطلب على الذهب، خصوصا في هذه الفترة أعتقد مزيدا من المشتريات على جميع المشغولات المحلية.